التفكير الخرافي هو نوع من أنواع التفكير التي نجد أنها موجودة في عالمنا اليوم، والذي يمكننا أن نعده مناقضا للتفكير العلمي، حيث إن التفكير العلمي يعتمد على التجربة والاستنتاج، في حين إن التفكير الخرافي لا يدعم التجربة والاستنتاج، بل إنه يعتمد على ما يقوله الناس فقط دون محاولة التأكد منه. اخترنا اليوم مصطلحا غير تربوي، ولكي نسلط الضوء على أسوأ أسلوب في الإجابة على تساؤلات الأطفال، وكأسلوب لردع الأطفال عن القيام بأعمال لا يرضى عنها الآباء، بهدف إبعادهم عن مكامن الخطر من وجهة نظرهم طبعا وحمايتهم، ولكن بأسلوب خرافي خاطئ لا يتم بالتفكير المنطقي. فإذا ما تعريف التفكير الخرافي؟ مفهوم الخرافة وأشكالها. الخرافات هي المعتقدات والأفكار المبنية على تخيلات مجردة مع عدم وجود مسبب عقلاني أو منطقي قائم على علم ومعرفة. الخرافة الدينية: لا يحب عقل الإنسان الفراغات، لذلك يعود إلى تفسير ما لا يستوعبه عقله وإدراكه بالغيبيات والخرافات التي عادة ما ترشد أنماط التفكير والسلوك في المجتمعات التي تنغلق على نفسها. الخرافة الاجتماعية: لم يكن للخرافات عند الشعوب والحضارات فترة تاريخية معينة، فهي معروفة على مدى العصور والأزمنة، تناقلها الأفراد والشعوب من جيل إلى جيل إلى أن وصلت إلينا، لذلك هي ليست مرتبطة بزمن معين، فلكل زمن خرافاته التي تناقلها الناس فيما بينهم. وللخرافات ارتباط بفلكلور وإرث الشعوب والمجتمعات، إذ أن الخرافات غالبا ما تمثل إرثا تاريخيا تتناقله الأجيال، أي أنها أي معتقد غير عقلاني أو سلوكات لا عقلانية يقوم بها الأفراد أو يتحدثون بها. وتنقسم الخرافة إلى عدة أشكال، منها خرافة دينية مثل إعطاء صورة مخيفة عن الخالق مثلا، ثقافية كانتشار الأساطير والقصص المخيفة التي نؤدب الأبناء عن طريقها وعن طريق سردها لهم، اجتماعية حسب نظرات واعتقادات الناس، الاعتقادات الضعيفة التي كانت تنتشر قديما والتي تختلف وفق خيالهم وحسب المواقف التي كانت تحدث في زمنهم. لا شك أن العقل البشري يفضل البحث دائما عن كل ما هو في علم الغيب ومجهول عنده، فيلوذ كثير منا بحركات خارجة عن إرادته إلى قراءة صفحات الأبراج. ومن الخرافات الحديثة الزومبي، وهو اسم انتشر بقوة في عصرنا الحالي في كثير من ألعاب الفيديو التي يعشقها الأطفال والمراهقون والشباب. لا شك أن العقل البشري يفضل البحث دائما عن كل ما هو في علم الغيب ومجهول عنده، فيلوذ كثيرا منا بحركات خارجة عن إرادته إلى قراءة صفحات الأبراج مثلا، تعرف الطالع، متابعة الحظ لهذا اليوم أو لكل يوم، وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يؤمنون إيمانا مطلقا ويعتقدون بصفحات الأبراج والطالع حوالي 10% من إجمالي عدد السكان حول العالم. ومن الخرافات الحديثة مثلا التي ظهرت عبر الشاشات الزومبي، وهو اسم انتشر بقوة في عصرنا الحالي في كثير من ألعاب الفيديو التي يعشقها الأطفال والمراهقين والشباب أيضا، وأيضا قصص الكرتون والمغامرات، ويعود إلى الخرافة التي تتضمن قيام جثث الموتى من قبورهم تارة وللقيام بحياة أخرى وإشاعة الخوف تارة أخرى ونشر الرعب بين الناس. ومن القصص
تلك التي تتحدث عن الخرافات وأساطير الجن والعفاريت والحيوانات التي تتحدث كالإنسان وتتقمص دوره وتمثل بعض جوانب حياته. فعلى سبيل المثال الرواية المشهورة والمعروفة لدى أغلبنا رواية ألف ليلة وليلة، والتي لاقت استساغة وقبولا وانتشارا عالميا كنتيجة لحب الخرافات والأساطير الذي يهيمن ويسيطر على العقول البشرية. ولا ننسى خرافة وأسطورة سوبرمان والرجل الوطواط ومصاصي الدماء وغيرها من الأساطير والخرافات. التسليم بما يصل لنا من الآخرين دون تكليف النفس عناء البحث عنه، رداءة مستوى التعليم الذي يتلقاه أفراد المجتمع وقيامه على نظريات ومعلومات قديمة أنكرها العلم منذ مدة، غياب دور المجتمع في توعية أفراده من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتلفاز والإنترنت، انتشار الأمية بين أفراد المجتمع التي تؤثر بالضرورة على المستوى الثقافي مما يجعل أفراده أقل تقبلاً للحقائق. يرى بعض العلماء أن لجوء الإنسان للبحث والتفتيش عن المجهول ومحاولة معرفة مستقبله والأشياء الغيبية هو ما يدفعه لتصديق الخرافات والقصص الخيالية التي في الغالب تقع خارج دائرة قبول المنطق والعقل. والجهل في المجتمع كذلك، فكلما ازداد جهل الفرد واندثرت واختفت ثقافته وهويته زاد انتشار الخرافات والأساطير لديه، وبالتالي يصدقها الآلاف ويرددها الملايين. من أنجح الوسائل للتخلص من هذا السلوك الخرافي، عود نفسك على المطالعة والقراءة لكي يكون عندك زاد تستطيع أن توضحه لغيرك وتبين لهم الطريق الصحيح. فتش عن هدفك واعمل على تحقيق حلمك، وضع رسالة لحاضرك ورؤية لمستقبلك. لا تستسلم للواقع، بل اجعل هدفك دائما النجاح، التفكير الإيجابي الصحيح، وأنك تريد أن تحقق شيئا ما في واقعك. إذن كيف يمكن التخلص من الفكر الخرافي؟ أولا عن طريق تثقيف الآباء بأساليب المعاملة الوالدية الصحيحة واحترام عقل الطفل ووعيه ومدى وعي مدى خطورة الإجابة عن تساؤلات الطفل بطريقة غير علمية وغير عقلية وغير منطقية. ثانيا إعطاء الحرية للطفل بطرح الأسئلة وتعليمه أداب الحوار وتخصيص ساعة أبوية يتم من خلالها الجلوس مع الطفل، محاولة عقله والقيام بعصف دماغه أيضا، وطريقة عصف الدماغ هي الطلب من الطفل أن يقوم بحل مشكلة معينة. على سبيل المثال إذا فقد مفتاح البيت ماذا يفعل؟ يمكن أن يضع حلول كثيرة، مثلا هذه الحلول تساعد على توليد الأفكار لديه وتوليد إمكانات الحلول المقترحة والكثيرة لديه، فبالتالي يتعلم الطفل كيف يشغل عقله بشكل جيد، كيف يخلق الحلول والمقترحات بشكل دائم دون أن يخضع إلى جواب واحد لا منطقي. ولكن على الآباء والمربين الذين هم المطالبون الحقيقيون بتفعيل هذا الذكاء الكامن، عليهم أن يقوموا بالمحاورة العقلانية، اللعب الإبداعي مع الأطفال، ويكون هذا اللعب عن طريق خلق مشكلة، خلق قصة أن يكملها الطفل، مثلا الإجابة على أسئلة قد تكون محرجة بطريقة إبداعية عند الآباء، لأن الآباء يكونون دائما محرجين من أسئلة أطفالهم، فيعني يأخذون الأجوبة الخرافية. مثلا أكثر الأسئلة التي يسألها الطفل كيف ولدت ومن أين أتيت،
فتأتي الإجابات مضحكة وخرافية في حين على الآباء أن يثقفوا أنفسهم حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى إجابات حقيقية تقريبا مناسبة لعقل الطفل وتكون علمية أيضا. يعني مثلا يمكن الهروب من هذا السؤال بأنه أتينا بك من المشفى وهكذا، يعني نجد حلول منطقية ومعقولة ثم نسمي له اسم المشفى ونشرح له عن الممرضات وكيف احتفلنا بهذا الطفل إلى آخره، حتى نضيع الإجابة الحقيقية حتى يكبر الطفل ويمكن أن يرى الإجابات في كتاب العلوم مثلا أو حتى في كتاب التربية الدينية. هذه الإجابات المحرجة للآباء يجدونها في الكتب العلمية، وهنا تصبح الإجابة علمية بحق. ولذلك هذا مما يوقظ روح البحث عن الحقائق العلمية عند الطفل دون زجر أو تخويف أو قمع، ولكن عن طريق التمسك بالثقافة والمعرفة والدين القائم على الإيجابية وليس على الخرافات. ففكرة الله فكرة يجب أن تكون محببة عند الأطفال وليست مخيفة أبدا. كثير من الشباب أصبحوا ملحدين بسبب طفولة خرافية وفكرة خرافية عن الخالق بأنه يحرق وبأنه يعذب وبأنه كل هذه القضايا. علينا أن نفكر منطقيا ونقول للطفل بأننا ولدنا على هذه الأرض لكي نفرح، لكي نسعد، لكي نعمل ولكي نعطي. هكذا يمكن أن نجيب أطفالنا على الأفكار يعني تحتاج إلى إدراك عالي، تحتاج إلى سعة أفق، تحتاج إلى ثقافة عالية. علينا دائما أن نكون إيجابيين في ردود أفعالنا مع أطفالنا وعلمانيين أيضا أو علميين في إجاباتنا على أسئلتهم حتى لا نخلق هذا التشويش وهذا التشتت وهذا الخوف، والخوف هو العدو الأول للإنسان. لذلك علينا أن نقتله في قلوب أطفالنا بالعلم والمعرفة والحب والإيجابية. نستنتج مما سبق بأن التفكير الخرافي يقضي عليه التفكير العلمي، ولكن في حال استطعنا تأهيل المربين من أهالي ومعلمين ثم ابتداء من المدرسة من الإدارة والتوجيه، مربيات رياض الأطفال، الأمهات، الآباء، كل هؤلاء نسميهم مربين لكي يتعاملوا مع الطفل بطريقة علمية بطريقة محببة باحترام عقل الطفل. علينا أن نعلم أن الطفل لديه عقل، لديه قدرات واستعدادات يمكن أن يفهمنا إذا تعاملنا معه باحترام ورقي، وبذلك يرقى الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة علميا وثقافيا.